ومن الفوائد المتعلقة بالشتاء أن المسلم مأمور بأن يدفع شدة الحر وشدة البرد. قال عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء. وقال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين. أما الحر والبرد فالله عز وجل خلقه لحكمة، كما قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: فالحر يحلل الأخلاط التي في البدن، والبرد يجمدها. ولذا ذكر أن بعض الأمراء كان لا يصيبه في حياته لا حر ولا برد، كان يتقي من الحر والبرد مطلقا، سواء كان حرا وبردا شاقين أم لم يكونا، فتلف بطنه بسبب أنه لم يتعرض للحر ولا للبرد. وإنما المشروع أن يدفع الإنسان عنه شدة الحر وشدة البرد.